تحتفظ هذه الأحجار المصفوفة بخبايا تاريخ يعود للحضارة البيزنطية، والتي شهدت منها مدينة طبرق جزءاً كبيراً. ففي عام 539 للميلاد، شيد الإمبراطور جستينيان هذا السور للحماية والتحصين من هجوم قبائل الوندال في تلك الحقبة. كان الهدف من السور هو سد عن القبائل الوندال التي يعني ترغب في الهجوم على مدينة طبرق. هو طبعاً لما سمع أن القبائل الوندال كانت آتية من الجهة الغربية دخولها إلى ليبيا ومتجهة إلى الشرق، ففكر في بناء حصن يمنع دخول هذه يعني هذا الهجوم القبائل على المدينة، فهو أسس هذا السور الهام المهم. لم يسلم هذا السور من آثار الحقب الزمنية المختلفة، إضافة لعوامل التعرية التي جعلت من أغلب أجزائه حطاماً، فيما احتفظت بعض الأجزاء بصلابتها. هذا السور تعرض للهدم وتعرض للإهمال لفترات طويلة، نتيجة طبعاً للزمن ونتيجة لأن مدينة طبرق مرت بها أهم معركة، كانت أهم نقطة هامة في الحرب العالمية الثانية، وكان بالقرب من الميناء البحري موجود، فكانت تعرض أجزاء كثيرة من هذا السور للهدم والضياع والتكسير. يمثل سور جستينيان معلماً أثرياً هاماً في تاريخ المدينة بشكل خاص وتاريخ البلاد بشكل عام، وبالرغم من الإهمال فقد حافظ هذا السور على صفة الشاهد الوحيد على الحضارة البيزنطية التي شهدها العالم منذ آلاف السنين.